سي جمال تكليش، انا وعدتك ان نعطيك كلمه، لكن قبل ذلك حتى نروح نشوفوا شعبه الدواجن ايضا حتى يكون عندنا نظره. ليلتحق بي عبر الهاتف عبد المؤمن كالي، رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبه الدواجن. اهلا بك سيدي. اهلا بكم. شكرا لك على تلبيه الدعوه. سي عبد المؤمن، يعني كان معي او معي في الاستوديو سي جمال تكليش من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، قال بانه او اعطى معلومه انه هنالك ربما في بعض المناطق نقص في ماده لحم البقر. بالنسبه لشعبه الدواجن عندكم انتم واللحوم البيضاء، ما هي الارقام بالنسبه لكم؟ هل هنالك اكتفاء؟ هل هنالك وفره؟ نقدر نقول المواطن يكون يعني مرتاح مطمئن حتى ما نوقعوش في اللهفه وايضا في الـ في الـ في الازدحام اللي راهنا نشوفه في الاسواق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تحية خالصة لضيوفكم الكرام. نعم. بهذه المناسبة أقدم لكم شكري الكبير على اهتمامكم بالمستهلك الجزائري. أما بما يخص احتياجات المستهلك الجزائري من اللحوم البيضاء اللي هي الدجاج، احنا نستهلكوا حوالي 650 ألف طن في سنة، ما يعطي معدل استهلاك 60 ألف طن في الشهر. وعليه احنا دوك درنا احتياطات تاعنا على اللحوم البيضاء راهي تكون متوفره باريحيه في السوق المستهلك الجزائري. اكثر من ذلك عندنا اكثر من 30 الف طن من اللحوم مجمده مخزنه في غرف التبريد، 10 الف طن على مستوى دولار الديون الوطني للتغذيه العام، و20 الف طن على مستوى المذابح في غرف التبريد عند خواص. هذا باش نعطيكم لمحة قصيرة على متطلبات السوق في شهر رمضان الشهر الكريم. المستهلك راح يلقى منتوجات اللحوم البيضاء في الأسواق بكم بسعر معقولة. نعم، بالنسبة لي تذكرت في الأخير الأسعار، هل تتوقع أنه الأسعار، أنت توقعت أنه الأسعار تكون معقولة، لكن بعض الأحيان نلقاو مضاربات، ما تعليقك ربما أنت؟ المضاربات تكون من حين لاخر، لكن انا نطمئن المواطن، نطمئن لكم انتم ونطمئن المواطن والمستهلك الجزائري باللي بما يخص اللحوم البيضاء اللي هي دجاج اللحم راهي تكون اسعار معقوله. لماذا معقوله؟ لانه كثرت الوفره، على بالك الوفر انفليشن دي بري، كي تكون وفره كبيره وتكون وفره تاثر على السعر. وعليه انا نقول لك من اليوم اللحوم البيضاء في السوق في شهر رمضان لا تتعدى 240 دينار جزائري الكيلوغرام. نعم سي عبد المؤمن، انا عندي سؤال ليك، يعني باعتبارنا احنا مواطنين جزائريين في نهايه المطاف، وتهمنا راحه المواطن وتهمنا جيوب المواطن وتهمنا ايضا الحاله الاستثنائيه اللي نعيش فيها، وباء كورونا ربما ظرف استثنائي حقيقي. جيوب المواطن يعني مع شهر رمضان ايضا في نفس الوقت جيوب المواطن متضرره لابعد حد، بعض العائلات ربما اللي الدخل نتاعها ضعيف جدا ما يقدروش يوفروا كل شيء. انا ترى انه من المفروض، يعني كنا تحدثنا عليها عده مرات خاصه مع بدايه هذا الوباء، انا ترى انه كان من المفروض على التجار ايضا وفي هذا الشعب ولا شعب اخرى، نتحدث عن شعبه الدواجن، انهم يبادروا الى ربما التقليل في الاسعار الى ما دام هنالك وفره في المنتج، المبادره الى تقليل الاسعار كما دارت بعض الدول وتخفيض الاسعار، خاصه ياخذوها من زاويه الانسانيه، من زاويه الاستثناء اللي تعيشه البلاد. والله يا سيدي الفضل، واش تبغانا نطلبوا اكثر من ذلك؟ المربي سعر التكلفه تاع الدجاج اللحم تطلع له 160 دينار جزائري، اليوم راه يبيع فيها ب 140 دينار جزائري، والمستهلك يستهلك ب 240، علاه؟ كاين وسط، كاين عمليه الذبح، كاين وسيط، كاين الكورتي كما يسموه باللغه الداريه، حتى تلحق للتاي، حتى تلحق للجزار. هذا هما العوامل اللي تاثر سلبيا على ارتفاع الاسعار، رغم ان التكلفه تاع دجاج اللحم، اقول التكلفه تاع دجاج اللحم تلحق 160 دينار جزائري، والمربي راه تكبد خسائر كبيره جدا جدا، راه يبيع فيها بين 140 دينار جزائري، واسبوع من قبل كان يبيع فيها ب 120 دينار. نعم معليش سي عبد المؤمن، لكن الربح على العام، يعني الربح ماهوش فقط في شهر رمضان ولا في ظرف يعني نعيشوا فيه،
حالة وباء يعني، هذا هو اللي حبيت أنا نسأله. ابقى معي سي عبد المؤمن، ابقى معي نشوف برك مع سي زبدي تعليقك بالنسبة لمقالك. احنا صراحة في شعبة الدواج ما كان حتى مشكل، نضرب صراحة العبارة علاه ما كان حتى مشكل، لأنه هنالك فائض كبير، ولازم نتذكروا أنه المربيين الصغار يعني غالبيتهم خسروا خسارة كبيرة حتى أنه من يعني توقف عن تربية الدواج. نحن للأسف الشديد الاستراتيجية والتخطيط اللي درناه أنه في السنة الماضية بعد ما ارتفعت أسعار الدواج لحقت أرقام قياسية 50,000، واش درنا؟ رحنا استوردنا ما تسمى بالدواج الأمهات، يعني اللي تولد اللي تجيب البيض تاع الفلوس. جبنا عدد كبير حتى نظرك رامي ريفورمي فيهم، رامي يديروهم يعني يذبحوا فيهم ويبيعوا فيهم ويديروهم صناعة تحويلية. حتى أيضا يعني المخازن اللي فريقوا راهم شبعين يعني بالجاج، يعني كاع ما كان هنالك فائض تم يعني أعتقد أنه المثال يعني لأجل مطالبة أنه تخفيض في بمنتوج معين طحنا في المثال الخاطئ يعني مبسطة، لأنه ما راهوش اجتهاد من هذه الشعبة ولا من مسيري هذه الشعبة، ولكنه الواقع هو الذي حتمية فرض حتمية أنه الجاج ما يقدرش يدير أكثر من 25,000 يا جماعة. رانا في فائض كبير والحمد لله. لكن سعره الآن شحال تقريبا هو؟ هذا هو ما يفوتش 23-24 ساعات بمنطقة إلى أخرى، ولكن من الاستحالة ضرك الآن خاصة في ظل المخزون الكبير اللي موجود على المستوى ديوان لوناب، يعني حتى لي فريقو زين نعطيك معلومه، حتى لي فريقو في وقت من الاوقات قاعدين يحوزوا واش من فريقو اللي فارغ نزيدو نعمروا به الدجاج. كان هنالك فائض كبير في الانتاج، اذا لا نتوقع انه راح يطلع الدجاج، وبطبيعه الحال حتى على يوم قبل رمضان راه مستقر. حتى وين كانت المضاربه يعني، حتى وين كان دائما ما كانش ماشي ضارب، الانسان يضارب في حاجه مطلوبه كثير ويعني وما كانش. هذا بالعكس، هذا ماذا بهم الناس كاع ياكلوا الدجاج. زد على ذلك المطاعم مغلوقه، الجامعات مغلوقه، المدارس، وهذا الدجاج وين راح يروح؟ اذا خلاص ما عنده وين يزيد اكثر من هذا، يتوجه لاستهلاك المواطن. هذه نقطه مبشره يعني، نتمنوا انه تبقى يعني هذه الامور ما تكونش هناك تلاعبات اخرى. نعود نرجع للسي جمال، يعني اذا كان عندك اضافه بالنسبه لهذا النقطه، ولا نروح نقطه اخرى نتحدث عن كنا شفنا انه مدين هنالك، او كنت تحدثت على قضيه الاكتظاظ، وانت قلت انه طلبت مرارا يعني وتكرارا على الوزاره انه تكون هنالك اسواق فتح فضاءات اخرى حتى ينقص استثنائية. نعم ينقص هذا الاكتظاظ. وكنت تحدثت في عديد من المرات مع سي زبدي حول الأسواق الباريسية، كنا تحدثنا عليها لعدة مرات أنه أسواق استثنائية عندها وقت تفتح فيه ووقت تغلق فيه وإلى غير ذلك. باش نتفاداو احنا هذا المشكل خاصة تاع كورونا وبنفس الوقت اللهفة هذه والازدحام الموجود، برأيك كيف يمكننا أن ننظم النشاط التجاري في هذا الشهر شهر الفضيل؟ أخ الكريم، على كل حال في غياب أولتها وسائل النقل بأنها راهي متوقفة تماما، سيارة الأجرة والحافلات والنقل، أنا ماذا بين الأسواق نقربوها من المواطن الجزائري حتى ما يجوش البلاصة واحدة وين يختاني وين تكثر الازدحام وين راح تعرض المواطن لإصابته لا قدر الله بوباء الكورونا، حتى كذلك تكون المادة ولا المواد الغذائية متوفرة في جميع الأماكن، مما تعمل حتى على يعني باش تهبط الأثمان، باسكو راهي متواجدة المواطنين دوك الأسواق ما تكونش فيها الاكتظاظ. نعم. تخلي حتى التاجر حتى السمسار يشوف بأن الطالب تبلوا على أساس أنه الطالب على المواد والخضر الفواكه راهي ناقصة، بحكم أن الأسواق تبقى فارغة ما يكونش فيها الاكتظاظ، الشيء اللي راح يخليهم يهبطوا من هذه المادة وراح تولي تهبط التكلفة تاعها. نقدروا السي جمال نقدروا نشوفوا مثلا التاجر أنه يقدر يقرب أكثر وأكثر للمواطن باش يبيع له؟ بالطبع، لما تكون يعني إرادة سياسية وتكون تسريحات من طرف رؤساء البلدية واتخاذ قرارات من طرف وزارة التجارة والداخلية على أن إيجاد يعني فضاءات ولا في المساحات الكبرى في مثلا في لي بلاص ولا في الشوارع العريضه الكبرى ولا فتح محلات اللي كانت بكري مغلوقه مثل اسواق الفلاح تاع القديمه لي غالوري، كاين عده فضاءات راهي مغلقه، وعلاش ما نغتنموش الفرصه فتحها؟ لكن نحن في لكن سي جمال احنا ايضا في يعني في فتره استثنائيه، احنا يجب اتخاذ هذا القرار من قبل. احنا ما تنساش باللي يعني الكورونا دي راهي عندها شهر ولا فايت شهر، وهي راهي مسلطه على الدول العالم عامه والجزائر خاصه، كان من المفروض اتخاذ هذا الاجراءات من قبل. احنا ما نوعدوش نستناو حتى لافيك تاع العيد نروحوا نديروا الحنه،
لا لا يا اخي الكريم، احنا الامور الانسان هذو لازم ياخذ اجراءات قبل حتى راك تشوف درك الدواء يعني المنظمه العالميه للصحه العالميه تقول باللي فيروس كورونا ممكن راح يزيد يمدد الى ومنظمه الصحه العالميه ايضا. بالنسبه لقضيه الحجر انت قلت يعني طلبت انه هي ايضا حذرت من طريق من رفع الحجر بطريقه مباشره يعني. بالطبع وعليه لازم احنا علاش قلنا باللي لازم اشراك كل الجمعيات باسكو قال يوجد في النهر ما يوجد في البعض. هذه وزاره التجاره راهي عندها يعني تخدم بامور تقنيه، ولكن احنا رانا في الميدان، احنا نعرفوا وين راهي المشاكل وين راهي كيفاش نعالجوا اي ارتفاع للاسعار. درك احنا وزاره التجاره ولا وزاره الفلان راهي تطبق المواطن يعني باللي المواد الغذائيه راح تكون بوفره. بالطبع احنا كما قال عمرنا ولا كانت مشكل تاع الوفره، ولكن كاين المشكل تاع ارتفاع الاسعار. احنا لازم نعالجوا كيفاش نخلوا الاسعار نتاع المواد الغذائيه ما ترتفعش. لازم علينا نلقاو اليات لتخفيض من الاسعار او على الاقل ابقائها على ما كانت عليه قبل. نعم. ولكن احنا الشيء اللي نشهدوا ان اي وزاره اي اطارات الدوله الجزائريه اي اتحاد تجار ولا جمعيات ما تقدرش تحبس تضمن استقرار الاسعار. نعم. رغم ان المنتوج راه كاين بوفره، وعليه لازم علينا ندرسوا واش من الاسباب اللي خلات انه هذا المواد الغذائيه والخضر والفواكه ترتفع في المواسم الدينية في المواسم الصيفية. كلما تكون الطالب عليها يزداد كلما ترتفع رغم وجود هذه المادة بوفرة. نعم، لكن أعتقد أيضا أن المشكل مش فقط في الآليات، المشكل أيضا حتى في الشخصية في حد ذاتها. يعني الناس في موسم ديني المفروض يعني أخ الكريم يعني حينما يكون المواطنين ولا السمسارين يستحوذون عندهم يعني آليات كيفاش يفرضوا السعر نتاعهم كيفاش يفرضوا روحهم في السوق. دونك هنا يولي هما اللي يتحكموا في السعر، هما اللي يتحكموا في الوفره، هما اللي يتحكموا حتى في الجوده. يجيبوا لك برمي شوا ولا يجيبوا لك ديرني شوا. يقدر يجيب لك ديرني شوا اللي ما ياكلهاش في بلاد الاوروبيه نحاشكم عافاكم الله، يمدوها للحلوف يجيبوها للبشر يبيعوها باثمان يعني زاهده. وعلاش؟ باسكو ما كاش من جهه اخرى يعني اليه ولا وزاره ولا سلطه اللي عندها اليه التدخل في التحكم وفعاله في الاثمان تاعها. لكن ما نكروش ربما كاين بعض المحاولات لذلك، كاين محاولات من اجل الرقابه ومحاولات من اجل احنا ما نقولوش ونحن داخلين يعني ربما في استراتيجيه جديده حرب دائما. اخ الكريم محاولات هذه راه الامور هذه راهي عندها 30 سنه. العام اللي فات حتى وصلت بوزاره التجاره على راس السيد جلاب الله يذكره بالخير وين حتى سقف المواد الخضر الفواكه، ولكن ما كان حتى جدوى. رغم سقفها طوماطيش طلعت 10000، الفلفل طلع 14000، البارح برك الفلفل كان يدير 7000، اليوم راه يدير 11000. دونك لازم ايجاد اليات، لازم الدخ كما يقولوا اي دو سامبليكي اي دو سانجيري في التوزيع. لازم باسكو انت باش تقعد كمتفرج برا ما تتدخل ما تدراهم ما تشارك ما يعني تكون تتحكم في اليه التوزيع واليه التوفير وتقول راح نفرض قرارات نتاعي ما تقدرش. حيث لاحظنا يعني في الاجتماع الاخير تاع وزير التجاره مع المستثمرين تاع السكر والزيت وين طلب منهم باش يخفضوا السكر. يا اخي الكريم انتم راكم وزاره ما تطلبش، وزاره تقرر. درك اذا كان السكر في الخارج في الاسواق العالميه يدير 3000، انا ما نطلبش منك باش تبيعوا لي 4000، انا نقرر باش تبيعوا لي 4000 باسكو على بالي بلي راه يسوي 3000 وانت راك تجيبه من الخارج. دونك لازم قرارات صارمه وتزيد توعدوا باش تعطي له الدعم في الاستثمارات المقبله. يا اخي الكريم 30 سنه هما راهم يمصوا في الدم شو هذا وفي الخزينه العموميه، ونزيد دروك نزيد نعطي لهم استثمارات ونعطي لهم الدعم ونوعدهم. خليني نتمنى بقاو نمشوا في الاليات الماضيه. ربما ننسى الحلقه، خليني نمشي الان الى سي خلي عبد المؤمن رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبه الدواجن. سي عبد المؤمن، مادام انت ذكرتنا وبشرتنا بانه وزاد بشرنا سي مصطفى زبدي بوفرة المنتوج في الدواجن إلى غير ذلك، ألا نتوقع منكم ربما مبادرة باعتباركم أنتم رئيس مجلس المهني لتربية الدواجن، ألا نتوقع منكم ربما مبادرة خلينا نقول مبادرة إنسانية للمواطن وخاصة مع الظرف الحساس والظرف الصعب اللي تمر به؟ نعرف أنه في عديد من العائلات ربما تعاني في هذه الأيام، ربما تكون عندكم مبادرة أنتما؟ والله عندنا مبادرة سيدي الفاضل. نعم. وقمنا بها في 80% من الولايات، داروا مبادرة حسنة أنا اقترحت عليهم يقوموا بتوزيع 1% من المنتوج تاعهم احنا على مستوى مذبح الوناب بأسعار نقولوا ربما معقولة، وشريط يتصدقوا ويتبرعوا ب 1% من المنتوج تاعهم، وهذا ما تفائله خير المربين. وقاموا في هذه العملية وصدقوا وصلوا البليدة، وصلنا بلد اللعب وصلنا البيض البليدة. لكن اسمح لي أنا وشاهد شاهد من أهلها
راكم تقولوا بلي المواد الاستهلاكيه متوفره، واذا الفلاح قامت بما يجب القيام به للمواد الاستهلاكيه المنتوجات الفلاحيه متوفره، لكن لما لا وزاره التجاره تقوم بالاسواق الجواريه كما داروا الشاحنات يديروا فيهم عدة عمليات، يديروا شاحنات باش يديروا عملية تخصيص للعمال المتقاعدين، يديروا نفس الشيء شاحنات دور على الأحياء باش نقص الاستهلاك تاع الأسواق، باش المستهلك يكون تكون عنده ثقافة تاع اقتناء تاع التسويق تاع. علاه وزارة التجارة ما تقومش بمبادرة كيما هذه؟ دير أسواق جوارية يحطوها الصباح العشية يهزوها، يديروا شاحنات تنقل باش نقصوا الاستهلاك. وما بما عندك بما يخص المواد الاستهلاكية راهي متوفرة، وعلى مدير وعلى وزارة التجارة تقوم بالرقابة، لازم مراقبة، لازم رقابة. فعلا فعلا التاجر كيما اللي يراقبوا يدير الأسعار، يغتنم هذه الفرص، هذه كيما في كيما رمضان كيما الأعياد، يغتنم باش يزيد في الأسعار تاعو. لو كان ما يلقاش رقيب، لو كان ما يلقاش من يراقبوا يدير رايو. وعليه أنا شاطر للزملاء الضيوف تاعي، لازم رقابة، لازم وزارة التجارة دير ميكانيزمات داخليات باش تراقب بطريقه مباشره او غير مباشره الاسعار الوحدويه تاع المبيعات. نعم، شكرا لك، شكرا لك السي عبد المؤمن كالي رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبه الدواجن. السي جمعتك اكيد ساعود اليك، لكن نعطيه فرصه للسي مصطفى زبدي حتى نحكيه في نقطه الاسواق، هذه النقطه المهمه اللي لازم نوسعوا فيها الفكر. يعني نعم. فكرنا فيها الاخوه مشكور. احنا كي نخرجوا برا نلاحظوا باللي اغلب اسواق الجواريه مثلا تاع بومعطي تاع راهي مغلقه. علاش؟ يعني وزاره التجاره ما خذاتش بعين الاعتبار باش توجد هذه الاسواق وتفتحها وتمدها للناس اللي راهم يساولوا المهام نتاعهم في الطرقات ولا في اماكن اللي تكون بعيده، باش نوفروها لهذو الناس ونفتحوها. راهي اهل الكريم راهم غير فينا حاجكم راهم يدوروا فيها. وعلاش يعني ما نفتحوهاش؟ راهي عده اسواق جواريه، ماشي واحد، ماشي زوج، ماشي، راهي كاين 650 سوق جواري على مستوى الوطني مغلق تقريبا. ما راهش المواطن الجزائري ما راهوش يستفاد منها. وعلاش وزاره التجاره ولا مصالح وزاره الداخليه ولا الفلاح ما خذاتش اجراءات لفتح هذه الاسواق وتسليمها للناس اللي حابين يخدموا؟ ما يديوهاش للسماصيره والبزنسيه. نعم جميل. سي مصطفى زبدي، سي مصطفى زبدي، راحه المستهلك تهمكم انتم بالدرجه الاولى بالنسبه للاسواق في النقطه هذه؟ احنا تحدثنا كثير عن الاسواق اللي حتى من قبل من غير حجر اللي بالنسبه لمرض كورونا او لوباء كورونا، وحتى قبل شهر رمضان كنا نشوفوا يعني انه دائما لما يحدث تجيب مناسبه دينيه خاصه شهر رمضان يكون كاين اكتظاظ كبير داخل الاسواق من غير كورونا، يعني حتى قبل ظهور كورونا. وتخيل الان يعني حجر صحي لغير ذلك. شوف نعطيك يعني بعض الوقائع المره. العاصمه، هل تعلم بانه فيها بلديات ما فيهاش اسواق جواريه؟ العاصمه وما ادراك ما العاصمه. للاسف الشديد عندنا نقص فاذح في الاسواق الجواريه، ماهوش من هذه السنه وماهوش من السنه الماضيه، منذ سنوات. صحيح، منذ عديده. نعم. وهذا هو من أسباب عدم التحكم في السوق وعدم التحكم في الأسعار. لأنه لما تكون هنالك منافسة، تكون هنالك أسواق يعني جوارية، تكون هنالك عرض متوفر، تكون هنالك عدد كبير من التجار، تكون هنالك منافسة ويكون هنالك انخفاض الأسعار. هذا الواقع هذا للأسف الشديد موجود منذ سنة 2013 ولا منذ سنة 2014 نهار اللي بدينا حملة القضاء على الأسواق الفوضوية. صحيح. كانت حملة كبيرة في 2014 القضاء على الأسواق الفوضوية، وشهر من بعد شفنا الأسعار كيف ارتفعت. قلنا يا جماعة في وقتها، قلنا يا جماعة إذا عندكم بدائل راكم تقضيوا على الأسواق الفوضوية، عندكم بدائل في حينها ديروا هذه البدائل، ولكن بهذه الوتيرة فإن الأمر لا يساعد المستهلك الجزائري ولا يساعد القدرة الشرائية. زيد على ذلك كانت عندنا تجربة السنة الماضية في إنشاء بعض الأسواق البارزية كما سميتها أنت. للأسف الشديد كثير من السلطات المحلية لم تتجاوب. بعض الأميال يروح يدير لك باركينج، ليش؟ صحيح. ويدير تيكيات ويدفع ويحط خدام ولا زوج، يدير لك ساحات عموميه، يدير لك واش يسموها هذاك الماده هذيك لافايونس، ويدير لك دار الشر ويجيب لك النوار اذا غير ذلك من الامور. بصح باش يدير لك سوق جواري، لا لا، نهار اللي يفتح لك سوق جواري يفتحه لك خارج البلديه، بمعنى انك لازم تروح تشد الترولي ولا الكار ولا مانيش عارف تشد الطاكسي تاعك تروح خارج البلديه وتجي. هذه ايضا من الامور للاسف الشديد. ويدير الخيام الكبرى هذوك على مستوى البلديه اللي راهي من الواقع تاعنا. اذا انا نقول لك حاجه ونروح الى ابعد من ذلك، المنظومه التجاريه في حد ذاتها لابد كاع ان تراجع، لانه الوش عندنا كورث كحل وللاسف الشديد. حتى بعض النصوص لابد ان تراجع، لانه للاسف الشديد ما راهيش مبنيه على اساس صحيح.
وهذا رانا ندفع الثمن والمواطن البسيط يدفع الثمن. لما تشوف انت بربك بعض المنتوجات الان صحيح انه الناس تخوفوا، بعض المضاربين تخوفوا ولاو ما يدوروش بالبطاطا، خليها رانا الان ليله رمضان ان شاء الله بطاطا 5000 6000 فرق مليح ماشي ممتاز، ولكن شوف منين يروح لك، لانه الناس هذو ما يحبوش الفراخ. نعم. وين يروح لك؟ يروح لك الخميره. نعم. يروح لك نشاء الذره. يروح لك البرقوق، يروح لك الزبيب، طابع اخر للمضاربه بطبيعه الحال. نعم. هذو الناس هذو ما يقدروش يريحوا بدون الربح على ظهر الكادحين وعلى ظهر الزباوله. وعلى هذا الاساس ان نشوف بان النصوص التنظيميه لابد ان تكون صارمه في هذا المجال ولابد ان يتم تحيينها. انت يا سي محمد مملوك اللوزين غلق او لوزين بحالك بصمتها الحقيقيه، باي حق انت تزيد 100%؟ باي حق تزيد 200%؟ باي حق هذه الزيادات؟ وعلاه هذه هي المضاربه؟ نعم. وهذا هو الاحتكار للاسف. وشفنا هذا في خميره الحلوى، في خميره الحلوى. نعم. وشفناها في نشاء الذره، وشفناها في عده امور. شفنا هذا ظاهره ايضا. نقاط ربما ايضا تهم المستهلك اللي هي الباعة المتجولين وكمبادرة تعتقد انه لابد من فتح الفرصه واعطاء الفرصه للمنتجين ولا حتى للتجار كما قال السي جمال، تكليش للوصول الى المواطن، يروحوا للاحياء. شوف من الصعب، هل هذا يرضي المستهلك؟ من الصعب انه منتج فلاح يروح الى الاحياء. نحكيوا التجار اضرك الان، الباعة المتجولين هما اللي راهم مسلكين الحاله، نقولوها بصريح العباره. حبه من حبه وكريهه من كره. نعم. هذوك اللي يمشيو بالكاميونات الصغار واللي يحطوا قضاء اضر، هما اللي راهم مسلكين الحاله، هما اللي راهم دايرين توازن، رغم انه ما عندهم سجلات تجاريه، وطالبنا شحال مره انه في اطار فتح الاسواق الجواريه يتم ادماجهم. الان لابد، ما راهم مسلكنا غير هذاك، لو كان نتبعوا الان المحلات راهي النار تلتهب، لانه حتى المحل يحليلو المحل لو كاري بربعه ولا خمس ملايين ويخلص لي زامبو ويخلص لاسيورونس ويخلص الى غير ذلك من الامور، لولا هؤلاء الباعه اللي يديها مش ربح بدون ما عنده تكاليف لالتهبت يعني الاسعار في السوق. وللاسف الشديد هذو اللي لازمنا نلقاو لهم حل، وهذا الحل لن يكون الا من خلال الاسواق البارزيه والاسواق الجواريه. نعم. وادماجهم بطريقه قانونيه. نعم. سي جمعتكيش بالنسبة أيضا في هذه النقطة. على كل حال أنا عندي إضافة على الشيء اللي قاله سي مصطفى زبدي، يعني هو صحيح، ولكن كاين إضافة واحدة أخرى، باسكو باش نتحكموا في هذا الناس، هذو التجار تاع المتجولين والتجار تاع الأسواق، لازم نخلقوا أسواق تاع الجملة في الصحراء، باسكو ما تنساش باللي أضرار وواد سوف هما لحد الآن هما اللي راهم يمولوا الأسواق بالجملة، ولا أسواق التجزئة في الشمال هما اللي راهم يمولوهم بالخضر والفواكه. حنا كي نلاحظوا مادة الدلاع، مادة البلتيخ، مادة لولا يعني الفلاحين تاع الصحراء ماهيش واجده، توجد في ماجوا ولا جويي، وعليه لازم اسراع يعني بناء اسواق للجمله في الصحراء باش نكونوا نتحكموا في الاثمان، وتكون الدوله الجزائريه وزاره التجاره والفلاحه حاضره لتنظيم هذه الاسواق، باش الفلاح نقربوا منه باش يبيع هذا المنتوج بدون مداخله السماسره، وتكون البيع داخل الاسواق يكون منظم، ونحاربوا كل شكل من الاشكال التجاره الفوضى اللي تكون خارج الأسواق المنظمة، باش نقدروا نتحكموا في الوفرة ونتحكموا حتى في السعر بغياب هذا الأمور، حتى يعني إنجاز أسواق بالجملة في الشمال، مثل السوق تاع بيرتوتا اللي كنا نطالبوا به في الإنجاز، وين وزير التجارة ربي يرحمه بختي بالعايب أعطى الموافقة المبدئية، وتم يعني استخراج الأرض الفلاحية نمط الفلاح إلى النمط العمراني، وتم المرور نتاعو عبر المجلس الوطني الشعبي ومجلس الوزاري وين كان انا ذاك الوزير الاول سي سلال، ولكن لحد الان لم يرى النور. كاين البارونات اللي دخلوا حبسوه باسكو ما راهش يخدم المصالح نتاعهم، وما حبوا يخدموا بدون فوطه راي حتى التهرب الضريبي، هذا الشيء ما يساعدهمش. وعليه احنا لازم باش نرجعوا، لو كان ما نبنوش اسواق بالجمله تكون منظمه، تكون مراقبه وفيها كل وسائل من البنوك والتامينات ويعني كل الظروف اللازمه والملائمه. نعم. اقسم بالله غير راح نقعدوا في هذا الدائره ندوروا، يا لو كان كل تاجر تخلق له بوليسي، كل تاجر تخلق له. على فكره يعني على ذكر الاسواق الجواريه في الجنوب. نعم. خاصه اسواق الجمله في الجنوب، تذكر تصريحات وزير التجاره لما قال مثلا بالنسبه اللي احنا حكينا على اللحوم، وقلنا في ارتفاع ربما ايضا في اسعار اللحوم، كان واشار السي مصطفى الزبدي الى قضيه الموالين. نعم. اللي رفضوا كذا. نعم. اشار الى نقطه المذابح في الجنوب.
على كل حال درك حنا نقطه الفلاحين حتى وزاره التجاره يعني حنا كان من الفروع كانوا يجيبوا هذاك الخروف اللي يسموه راه لي اسمو يعني ما يلائمش يعني المعيشه تاع الشمال يعني احنا ولكن كاين اليات واحده اخرى. حنا يا اخي الكريم المذابح درك كيقول لك اللحم متوفر صحيح وزاره الفلاحه مدت دي زطورات جابوا الحي من الخارج ولكن الظرف الحالي ما يسمحش كاين تكاليف كاين تنقل كاين باش تذبح انت تروح تدي الوكليف تذبحه وفي الظروف الحاليه حتى يعني التعرض للتلف والاصابات بمرض الكورونا راه الناس راهي تبقى تتعرض. علاش حنا طلبنا من وزاره الفلاحه باش تسرح الاقتناء اللحم من الخارج يكون واجد يعني للاستهلاك باش يعمل على ايكيليبر دو مارشي في السومه اولتها ما يكونش اللحم طالع هو اللي راح يكون البارون والميزان حتى ولو اللحم الداخلي المحلي باسكو في غياب اللحم تاع الخارج اللحم المحلي يطلع في السومه نظرا للتكاليف نظرا للتغذيه الغاليه الشعير واللوازم نتاعو يخلي اللحم المحلي غالي. وعلاش حنا طالبنا من وزاره الفلاحه تسهيل ونزع البيروقراطيه للمتعاملين الاقتصاديين باش يستودوا اللحم من الخارج ليعلي باش يعوض الاخصاص ويعمل على التوازن في السوق الوطني. نعم سي زبدي في هذه النقطه شوف طبيعه الحال رؤوس الابقار طبيعه الحال لازم نعرفوا انه للاسف الشديد يعني سمعنا هضره بانه لدينا ثروه كبيره وعندنا ما يكفينا الى غير ذلك. انا نعرف دوك مثلا نعطيك مثلا الدجاج أو الدجاج دير وجه دير ما يفوتش 25,000 على لأنه هنالك وفرة كبيرة. الآن اللحم رانا شفنا زاد شوية 7-8% إلى غير ذلك رغم أننا ندعي ونقولوا والموالين ويقولوا ورغم أن الإحصائيات ما عندناش. دوك أنت تقول لي مثلا الأطرة صبية نظام تتبع قال شحال عندي أنا كل مرة نسمع قال لك عندنا 24-25 على أي أساس راك تحسب لي أنت سي محمد؟ إذا راك تحسب لي على الفاكسة كاين بعض الألاعيب التي تتم في هذا المجال ولكن اذا راك انت عدها وحتى في الالاعيب في بالنسبه لاقتناء اعلى في الماشيه الناس كاع اللي راه شحال عندك عندي 1000 راس هاك وروح ومن بعد نلقاه في مارشي نوار. يعني لابد ان تكون عندنا احصائيه دقيقه في هذا المجال اخي الكريم. واذا كانت عندنا وفره وكبيره وقال لك عندنا فائض الفائض هذا هو وقته باش نشوفوه يا اخي الكريم وراك وقتها راح تبين لي الفائض في هذه النقطه. هل احنا نملك عندنا قاعده بيانات بالنسبه للاحصائيات للثروه؟ عندنا والو وين عندنا اخي الكريم مش مبينات لا ما يقولوا 23/10 هل عندنا باز دوني مثلا ولا عندك في باز دوني يا اخي الكريم لما تروح لاوروبا كي تروح تشري دوك نهضروا صراحه تروح تشري كوتليطه مثلا تدخل جزار كوتليطه هذيك الكوتليطه تعرف باباه شكون ويماه شكون وش كلا وش التلقيح اللي داروه له. احنا لا غالب عندنا والو واش من احصائيات اللي عندنا احنا كي يديروا له فاكسين يديروا له منقوش هنا في ودنه هذا ما كان انت تقول له تروح انت موال ولا بعض التعاونات الفلاحيه اللي راهو يدي اعلاف يعني يدي قناطير تقول له انت شحال عندك؟ يقول لك عندي 10,000 راس وراهم راهو يرعاو وانت صح راح تراقب له عنده 10,000 راس الى غير ذلك من الامور. يعني اين هي الاحصائيات الدقيقه؟ لانه هذا المجال نقول لك حاجه هذا المجال فيه فساد كبير وفيه استنزاف الخزينه العموميه جد كبير. واكتشفنا كمنظمه وبلغنا اكتشفنا بعض التعاونيات التي للاسف الشديد ليست موجوده الا على الورق وتستفيد من دعم. كل عام نلقاو تصريحات، كل عام يعطونا تصريحات مثلا قال رانا وصلنا عندنا فائض ب 5 ملايين راس غنم عندنا كذا. خويا جوج نهضروا صراحه ما التصريحات ماشي في العيد الكبير قال لك تشروا الكبش ب 2 ملايين. ايه ولا لا؟ روحوا جبدوا الارشيف. نعم. قال لك كبش زي 2 ملايين ونص. ها التصريحات دوك نصرح لك امامك. انا نعطيك تصريحات نابورت كوا لازم تكون واقعيه ولازم تكون متابعه يا خويا جيب لي هذاك اللي صرح جيبه لي جيبه انا حطه هنا سقسيه وعاود جبد له الفيديو يا اخي عندكم فيديو عندكم ارشيف اجبده له قول له سي محمد راك قلت بلي كاين وفره و100000 100000 لحم ها هو 100000 وجيب له فيديو روح شوف الجزاري شحال راهم يبيعوا فيه. قال خويا وعلاه راك تهضر الهضره هذه ما راكش قادر ما تهضرش ما تحلش فمك خلي الاجراءات اللي كانت كل سنه خلي اجراءات الاستيراد ولو انها اجراءات مره واجراءات صعيبه ولا نرضى بها. ولكن للاسف الشديد لاجل اشباع الحاجيات ماهوش انت على جال مصلحتك يا اخي الكريم ضحي لينا بشعب كامله في اشباع حاجياته وللاسف الشديد هذا ما يحدث. نعم وحنا كذلك انا نقول لحال ما احنا كاين هذا العمل التجاري ولا غير نتساءل ما هي المراجع التي استند عليها سوى وزاره اي وزاره يعني لتقديم ارقامها الى الشعب ولا الى الدوله يعني 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 يبقى الانسان مستغرب. كيفاش انت يا عم ولدك كيلو لحم كي تجي رمضان يطلع لك يوليك 120,000 الوغ حنا نقدروا. نقول لك حاجه يعني راني نتعهد امام المواطن وراه كان اخاه على باله لولا وزاره التجاره والعراقيل يعني وزاره التجاره والفلاحه كان بعض العراقيل اللي راهم يديروا من بينها يعني يجعلوا رسوم كبيره على اللحم. يا اخي تصور انه فكه بينه تاع اللحم
المتعامل الاقتصادي خلص عليها 400 مليون رسوم. كابينة تاع الهم خلص 400 مليون تاع الرسوم. وبيقدر يقول لك وزير تجار وزير الفلاحة رانا والنفرة راح تكون ب يعني أثمان معقولة. يا أخي راك تدير 400 مليون رسوم، كيفاش راك تروح فهمها لي؟ نعم. أنت كي تنحي من الكابينة 400 مليون رسوم كجمركة كجمركة إجراء معمول يا أخي الكريم. هذا شهر رمضان، إذا أنت كدولة جزائرية ما ساهمتش لتخفيض الأسعار للمواطن الجزائري اللي أنت راك في بلاصتك على أساس باش تحمي القدرة الشرائية تاعه، ما تطلبهاش من المواطن الجزائري اللي عنده أتعاب، عنده ضرائب، عنده تكاليف، عنده باش يبيع لك اللحم ب 80,000. أسبق أنت يا كدولة جزائرية، حنا رانا نخلصوا الضرائب، رانا نساهموا. لكن في نفس الوقت كاين جشع وكاين مضاربة. يا أخي الكريم ما كاش المضاربة، المضاربة باش نضرب نكون تاكل باللي اللي راح يحميني راح امبليكي. كذب عليك، انا باش نسرق نعرف باللي اللي يحميني سرق كيما دايا. نعم. ما كاش المضاربة. هل هذا يعني انه المراقبة أخي غايبة تماما؟ اولتها او علاش اي وزارة الفلاحة ولا التجارة اي وزارة علاه ما تشاركش النقابات الشركاء الفاعلين باش نعرفوا كيفاش تاخذ طريقة باش نعلموها؟ ما يحبوش يعرفوا، يحبوا ياخذوا قرارات وحدهم، يديروا كيما يحبوا، وكي يغلطوا كي يبانوا وكي يبانوا العيوب يمسحوا المسك التاجر. التاجر يا اخي الكريم عنده الصوف. استاذ زبدي، هل سبق لكم كما كان يقول على هل سبق لكم انتم وكان هنالك جلسات يعني لتحضير شهر رمضان؟ طبيعة الحال نعم بالفعل. يعني هل ناقشتم هذه النقاط كل هذه الامور؟ ناقشها بطبيعة الحال بحضور يعني جميع المصالح، حضور الدواوين، نفس السيناريوهات نشوفوها يعني كل سنة. لا نقوم نقدموا اقتراحات، وبعض الاقتراحات يعني يتم الاخذ بها يعني لنكون منصفين. الا انه ربما هذه السنه هذه الجائحه هي التي عطلت من تطبيق جميع الاجراءات وجميع ما كنا يعني قدمناه كمقترحات نحن وهيئات اخرى وجمعيات اخرى. للأسف الشديد أعتقد أنه هذه هي العرقلة الوحيدة التي كانت. خليني نحضر لك على منتوج واحد آخر استغل الفرصة، يعني بما أنه ممثل التجار معنا، أنه كثير يعني كثير من التجار أيضا توصلوا بنا ليبيعوا الملابس مساكن راهم في حالة صحيح. ولكن لازم نعرفوا حاجة يا جماعة، أنه إعادة فتح أو فتح محلات الملابس لابد أن يكون السند الرسمي ليه هي اللجنة الصحية لمتابعة الكورة. صح رانا راهم خاوتنا مضرورين، والصحراء هم يعني في مأزق، ويعني رانا حاسين بهم، ولكن لا يمكن اتخاذ إجراء لأجل تشجيع يعني ممارسة تجارية أو لأجل ترويج لمنتوج على صحة المستهلك. رانا نشوفوا الآن لما يروحوا الناس يدخلوا يشري باكي غاطو في سوبيرات، يشري باطا طوماطيش، يرفدها يحطها في شكارة، واش راهو صاري؟ فما بالك تدخل محل فيه الملابس، ونعرفوا العائلات الجزائريه ما نكذبوش على بعضنا، باش يشري تريكو لوليدو حتى يقيس ها ثلاث اربع مرات ويرفد وحط ويرفد وحط صحيح. ويرفد وحط. يا هل ترى هذه الاساليب في البيع والشراء ما تكونش وسيله من وسائل نقل العدوى على هذا الاساس؟ ولاننا تاخرنا بزاف في مجال التكنولوجيا، تاخرنا بانوا عيوبنا الان مازلنا بالدراهم بالألف فرنك و2000 فرنك ودايرين تشبتشاق تاع جافيل، دايرين تشبتشاق تاع جافيل، دير فيها الدراهم ونقي. الناس بكري هربت علينا، راهي بالتي بي يو وراهي بالبيمو الكترونيك. هذا الان باش عرفنا عيوبنا. للاسف الشديد من بين عيوبنا الاخر البيع عبر يعني شبكه التواصل الاجتماعي ولا بالانترنت. أوصي وأشجع إخواني كل واحد عنده محل يفتح صفحة، فقط يفتح صفحة مؤقتا، إن شاء الله ربما الجائحة هذه تروح على أسبوع، ولكن يفتح كل واحد يفتح صفحة باسم المحل تاعه، والناس هي تعرف بعضها. قال أنا موافق نشري عند المحل هذا، ويعرف السلع، قال بالتليفون برك جيب لي يا سيد، جيب لي إنجيز، جيب لي لطاي 12-14 إنجيز وجاء لوليدي. ولكن أن نعيد فتح يعني هذه المحلات يعني بالضغط، ونعتبر أن الكلمة الأولى والأخيرة لابد أن تروح إلى أهل الاختصاص. شفنا في حتى التجارة الإلكترونية تلقى رواج، كاين ناس ذكرت تبعث يعني عبر الفيسبوك تشجعك. وربما يعني كل شيء اللي كاين نعم نسيتك ليش أنا اللي قالوا أنا بالنسبة أنا بالنسبة لشيء نقطة مهمة حبيت يعني نسألك فيها، قضية الإجراءات وقضية الوقاية بالنسبة لكم أنتم في هذا الوضع الاستثنائي. كما قال سي زبدي نعم. في تشبشاق نتاع النقود اللي تحدثت نعم. عليه في هذا النقطة يعني. على كل حال قبل ما أجيب على السؤال أنا حبيت ندير إضافة للشيء اللي قاله سي مصطفى زبدي على تجار نتاع الألبسة. نقول احنا كتجار احنا نشاهدوا كل النشاطات راهي متضررة، كل النشاطات راهي يعني لازم لها تعويضات،
جراء ما يصرى ليها شهر تاع غلق. ما تنساش باللي غير الكره راه يدير 4 ملايين زيد ديزامبو زيد العمال. درك واحد عنده 2-3 عمال الشهريه تاعهم التامين تاعهم يعني خساره كبيره. حنا ما حبيناش درك نديروا طلبات ولا ندخلوا في هذه الامور ريثما يعني نخرجوا من هذا الوباء وريثما نخرجوا من شهر رمضان. ولا لك اجراءات سوف يعني نراسل كل السلطات المعنيه منها رئاسه الجمهوريه لاتخاذ القرارات يعني الايجابيه واللي تخدم هذا الامر. وكذلك ما ننساوش تفعيل وزاره التضامن. نعم. يعني وما هو دور وزاره التضامن اذا كانت كاينه وما تقدرش تدير اضافه وما تدخلش في هذا الامور؟ يعني احنا نطلبوا بالغاء هذه الوزاره. على ذكر التضامن سي جمال، دوركم انتم ومساهماتكم في التضامن في ظل هذا الامر. انا لكل حال راك تشوف حتى رئاسه الجمهوريه الوزاره الاولى كل الناطق الرسمي تاع وزاره الجمهوريه يعني راه يشكر التضامن اللي قاموا به التجار على المستوى الوطني من تقديم المعونات في جميع المجالات في جميع شتى المجالات. نعم. رغم ان الايام العصيبه اللي راه يمر بها التاجر الا. نعم. انه يعني فضل يقدم معونه للمواطن الجزائري يكون عنده مساهمه الخود تكون مساهمه على يعني ربحه الخاص. نعم. احنا رانا التجار معروفين ماشي غير في الكورونا في جميع يعني الايام في جميع الازمات التاجر راه متواجد وين يبعث قافلات وين وين وين, وين. ولكن الشيء اللي لاحظناه قبيله كنا نهضروا على الجمعيات. درك يا اخي الكريم انت كي تروح تجمع لي كوزير فلاحة ولا تجارة ولا أي وزارة دير اجتماعات مع جمعيات ذات توعية وتحسيس اللي ما عندهاش القوة الضاغطة على التجار القوة ذات مطلبي. درك يا أخي الكريم حنا نعطيك مثال تصور أن السلطة دقيقة في دقيقة في ثانية في جزء تصور أن السلطة ما هي الإجراءات التي تقدر هذه الجمعيات اللي راح تجتمع بها الوزارة لو كان التجار ما يتلقوش على تعويضات وما يتلقاش ما عندهاش حتى الصفة القانونية. نعم. للدفاع على حقوق هؤلاء التجار. نعم. دونك ما لازمش تهميش النقابات والاتحادات في 30 ثانية. نعم. هل باستطاعتكم أنتم كاتحاد وطني التجار والحرفيين تطلقوا مبادرة ربما خلال شهر رمضان الكريم؟ بالطبع. هل عندكم القدرة أنكم تطلقوا مبادرة؟ أخ الكريم احنا المبادرات الشيء اللي خلى الجمعيات نتحدث عن شهر رمضان. نعم تحديدا بالطبع. يعني نعم. احنا كاتحاد العام للتجار والحرفيين دائما يعني نودي التجار ونعطي لهم تعليمات يعني ان صح التعبير تعليمات للرفق بالمواطن الجزائري وتسهيل له كل امور الحياه باش يقتنيها في وضعيه يعني تكون مرتخيه في وضعيه صحيه. نعم. وهذه هي مهمه التاجر. وحنا نعرف لو كان تروح تسقسي اي تاجر تلقى. نعم. عنده ان كارني دو كريدي للتجار تاع الاحياء. شكرا لك حتى نعطي كلمه. شكرا لك سي جمال تكليش. سي مصطفى الزبدي في الاخير في واش تقدر يعني تقول لنا في المواطن الجزائري ايهما احسن انك تجبي حاجياتك باقل اشياء وتبقى في صحة جيدة أو أنك تعمر كرشك مليح وتصاب بالكورونا؟ هذا واش نقول؟ جميل جدا نصيحة. نصيحة ذلك. نعم. قال لك بتاع بكري بكي يقلي الصحة ما قالوش بكري الجيعان باسكو الجيع مهما الجوع الجوع جام يقتل واحد. صحيح. ولكن الصحة إلا راحت لك تقتل. صحيح. نصائح مهمة من ضيوفنا في الاستوديو سي مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك والارشادي. شكرا جزيلا لك رمضان كريم. وايضا سي جمال تكليش الامين العام الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين شكرا لك على الحضور. شكرا. ورمضانك عفو. كريم سيدي أجمعين. وربي يعاونكم. وايضا اشكر مشاهدينا سي قلي عبد المؤمن رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن. الى هنا مشاهدين.